فعلتها. لأحصل على البيانات من الدرون. لابد أن ذلك هو البرج الذي ذكره جمار. إنه مليء بأجنحة الشمس. هذا ليس مبشراً. هناك على الشاطئ مستطلع كوين. علي الاقتراب. لعل معه أثراً كما قال جومار. لاستطلاعي موتى. سأرى إن كان أحدهم شقيق جومار. سأتخلص من الروبوتات أولاً. لتنشر جناحي. لأرى لو معه قطع أثرية. شقيق جومار كان يحمل واحدة. لا قطعة أثرية. ليس شقيق جومار. النار لن تفيد. يجب أن لا أثير ريبتها. الصيادين هذا مشاغب. ها.
هيا. لا قطع أثرية، لا أظن إحداها أوريس، لكن ربما سقطت إحداها حين قاتل الروبوتات. مسلاطي قد يظهر المزيد. لا شيء، عسى أن يلتقط مسلاطي أثرهما. هكذا، ربما أفلت أوريس من الروبوتات. لأرى إلى أين يقودني. روبوت، يبدو أنه طارد، لكن أوريس قضى عليه. يبدو أنه هرب إلى داخل البرج للإفلات من أجنحة الشمس في الغالب. الأثر ينتهي هنا. تسلقت هذا البرج. إلى أعلى البرج.
جديدة. مسدود، ربما أجد طريقا آخر للأعلى بالخارج. لا شيء لأراه. كان وشيكاً أيضاً. لابد أنه أوريس. هناك طريقة للتأكد. سأبحث عن القطعة. رصد مسلاطي بيانات عليها، ليست منارة بل خريطة سياحية لسان فرانسيسكو. لو قرأها الكوين لما أرسلوا الاستطلاع بلا معلومات. سأخبر ألفا. إيلوي، أنا هنا. ألفا، لقد عثرت على بيانات قد تهم بوهاي. أرسلها لك الآن. سأرسلها له. شكرا. لأعد هذه القطعة معي. سأوصلها إلى جومار مع الأخبار السيئة.
نهاية يوم آخر. أعذرتي؟ أنا آسفة. كيف مات؟ كان عشاً لأجنحة الشمس، دخله ليختبئ، لكن كان متمسكاً بها حين وجدته. أوريس، لقد مسحتها بمصلاتي، بها خريطة تعرف الشعب بالمنطقة دون ألفا. تشاركها مع بوهاي الآن. جيد أن أخاك حماه. سأقيد البيانات في الإرث لأستعيد شقيقي. يسرني أن موته لم يكن هباء. كما وعدت، لديك وصول لمخزون أسلحتي. إن جلبت الموارد الصحيحة سأصنع أي شيء ترينه هناك. في الواقع فلتجربي هذا، أفضل أسلحتنا، وإن أفادك تعلمين مكان المزيد. شكراً، أقدم لك تعزيتي. أشكرك، ممتن لك.